يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض المختصين في الأسماك في البحر أن هناك سمكة رأسها كرأس المرأة ولها شعر ووجه كوجه المرأة، هل يجوز أكلها وهي ما يسمى بالحورية؟ فيه إنسان البحر، فيه شيء من السمك على شكل إنسان يسمونه إنسان البحر، يؤكل كل صيد البحر يؤكل. نعم. ولو كان على شكل رجل أو شكل امرأة. نعم.